نرحب بحضراتكم. آخر فقرة في حلقة النهاردة وهنختمها مع كاتبة هي بدأت يعني قصتها مع الكتابة كان عام 2010 تحديدا. ممكن حد يقولك ماشي كاتبة ده أمر عادي، بس هي مش كاتبة عادية، لأن هي كانت كمان يعني ليها كده مؤلفات متميزة، وهي زي ما بيطلق عليها كمان هي كاتبة متميزة جدا. المميز كمان أو المميز فيها إن هي كاتبة رياضية وأهلوية جدا زي ما حضراتكم شفتوا، وليها العديد من الكتب الرياضية أبرزها كان حكايات الأهلوية اللي كان من تقديم الناقد الرياضي الكبير ورئيس قناة الأهلي السابق يعني الراحل دكتور خالد توحيد. نعرف أكتر بقى عن مشوارها. خلينا نرحب بس في البداية ببسمة صبحي. أهلا بك يا بسمة. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك منورانا. مرسي جدا. عايز أبتدي معاكي بعناوين بعض الفصول في كتاب من كتبك، وكلها أسماء أو عناوين مميزة جدا، من ضمنها يا ليلة العيد أنستينا، الثعلب، الأب الروحي، بيبو. فبناء على إيه بتختاري العناوين؟ يعني بناء على الشخصية اللي بتكلم عنها أو الموضوع. يعني يا ليلة العيد أنستينا كنت بتكلم عن الحفلة اللي عملتها أم كلثوم عندنا في النادي الأهلي، اللي هي غنت فيها يا ليلة العيد أنستينا. ساعتها كان في مشكلة ما بين الملك فاروق والإنجليز، لدرجة ان هم منعوا ان هو يكتب اسمه في المجلات او الصحف. فالصحفي مصطفى امين كان يعني مقرب للملك، فاقترح عليه ان هو يروح يحضر حفلة ام كلثوم في النادي الاهلي، عشان الحفلة هتتبث بشكل مباشر في الاذاعة المصرية، وبالتالي المذيع هيقول انه الملك فاروق جه، فده هيضايق الانجليز يعني. وفعلا الملك راح ومنح ام كلثوم ساعتها وسام كمال. حلو جدا. طيب بس ما هروح معاك لجزئيه الرياضه بقى. في بعض الناس لسه الثقافه عندهم ما زالت اللي هو يعني السيدات او المراه ما لهاش في النقد او التحليل الرياضي، ولو ان برضو الواقع يمكن في العالم كله اثبت عكس ده، بس ما زال عندنا بعض يعني الفكر ده. فبتردي على ده ازاي؟ يعني انا بشوف انه الرياضه مش للرجال فقط، يعني ما فيش حاجه للرجال فقط بالظبط كده. عجبك انت الكلام ده؟ ما خليتوناش حاجه، ما فيش حاجه فضلنا كرجاله يا بس عليه العوض يا بس. بهزر بس، يعني بس النقطه دي بجد حقيقيه. لا حقيقي، يعني اي حد هيبقى متابع كوره وبيقرا كتير عنها او عن الرياضه بشكل عام هيقدر يكتب عنها كويس يعني، او هيقدر يعمل حاجه ليها علاقه بيها. فمفيش فرق بقى ما بين، انت بتحب الرياضه اصلا يعني. من ده اللي خلاك من البدايه تقرري ان انت تكوني متخصصه في كتاباتك وفي اعمالك في عالم الرياضه؟ ما فكرتيش ان انت يبقى الموضوعات اللي بتكتبي فيها مثلا عامه، مش متخصصه قوي، ممكن تبقى قماشه الكتب بتاعتك او اعمالك اعرض نسبيه؟ يعني انا حابه اكتب اكتر من مجال، بس انا يعني بحب الرياضه جدا. وحابه اكتب عن تاريخ الرياضه وتحديدا تاريخ النادي الاهلي، لانه يعني ساري بالمعلومات، وانا حابه انه الشباب الصغيرين يعني يعرفوا تاريخ النادي ويعرفوا اهميه النادي في تاريخ مصر نفسها. كنا بقى عن الكتاب اللي المفروض تضمن قصه دكتور خالد توحيد رحمه الله عليه، يعني وازاي كان في تاثير عليكي برضو؟ هو دكتور خالد انا يعني شفته لاول مره كان في سنه 2010. انا مش سامعه صوتك بقى يا بس، ما بقى يا بس ما بقى علي. ده بصي الفرق بين صوتي وصوتك، يعني احرجتيني. علي صوتك شويه. ايش نحاول. يعني تعرفت على دكتور خالد اول مره في 2010. كان في ندوه، شفته في ندوه في مجله كلمتنا. انا كنت بحبه جدا وبحب طريقه تحليله للمباريات، الله يرحمه. وفي 2014 اتواصلت معاه على الفيسبوك، وقلت له ان انا عامله كتاب رياضي وكنت حابه ان هو يكتب لي مقدمه لو الكتاب عجبه يعني. ففعلا رد عليا واداني ميعاد، رحت له وقرا الكتاب فعلا وكتب لي المقدمه. عجبه المحتوى؟ جدا.
وقال لي ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي. احنا بالمناسبه بنتكلم على انهي كتاب فيهم؟ ريمونتادا. اسمه محطات رياضيه. محطات رياضيه. اوكي. وقال لي انه جميل ان بنت تكتب في الرياضه، بس يعني الاهم ان انا استمر في كده. بالمناسبه في الكتاب ده بصفه خاصه، ايه ابرز المحطات الرياضيه اللي انت وقفتي عندها في هذا الكتاب؟ انا اتكلمت عن حاجات كتير، هم كانوا 9 محطات، منهم مثلا نساء على عرش كرة القدم. بس بصيت لي اول ما نساء. نساء على ايه؟ على عرش كرة القدم. حلو. اتكلمت عن حكمات بقى، لعيبة كورة، عن مذيعات رياضيات. لا ده بقى تعيدي كتابته مرة ثانية عشان تتضمن. ولازم تهدلها نسخة. يتضمن اسمي. لا. يشرفني. لا بس حلو ده كمان، وتسليط الضوء على فكرة هنا برضو، لأن البعض برضو شايف إن حتى المذيعات يقول لك طب هما ما يفهموش في الرياضة، شيء غريب قوي. طب حضرتك اللي بتفهم في كل حاجة بقى، يعني لو إحنا ما بنفهمش في حاجة، ما حدش بيتولد عارف كل حاجة برضو.